السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نكمل في موضوعنا البرمجة. بنبدأ نتكلم عن اللي هو Additional Class. طبعا بداية إنه الجافا في بتعطيناش اللي هو Additional Class، فإحنا لازم نبني الكلاس هذا. بس قبل ما نبدأ نتكلم عنه بس نراجع بعض المعلومات الرياضية. طبعا نعرف إحنا Additional Number هو العدد النسبي، عدد بتكون من بسط ومقام، فلازم يوجد على صوت اللي هو الـ A على B. المقام طبعا مش لازم يساوي صفر. لما نتكلم عن انه في عندي انا انتجر اللي هو في البسط على انتجر في المقام، عادة لو كان عندي انتجر في البسط لوحده فمعناته المقام تلقائيا بيساوي واحد، فأي انتجر لوحده يعتبر rational number. ايضا rational number بتستخدم حتى مع الحسابات، لأن في بعض الحسابات ما بتكونش إكزاكت، فمثلا 1 على 3 لو بدنا نحولها لفلوتينج بوينت نمبر حتضلها 3 تتكرر اللي هو العدد الدوري بنسميه، فهذا الرقم ما بنقدرش احنا نعمل له تمثيل دقيق في اللي هو في الكمبيوتر، لأنه قلنا احنا المساحة بتضلها عنا للفلوتينج بوينت ليميتد، فمش حتضلها إلى ما لا نهاية. لذلك أفضل طريق للتعامل مع الأرقام هذه إن نكتبها على هيئة اللي هو إيش الكسر. إذا باختصار هذا اللي هو تقريبا اللي هو الأمور المهمة في اللي هو الرقم النسبي. طب كيف إحنا ممكن نبني كلاس بيعبر عن هذه الفئة من الأرقام، وكيف إحنا ممكن نتعامل معها؟ هذا اللي حنشوفه الآن. لما بدي أبني أنا relational class number مش لازم أنا أبدأ من الصفر، لازم أشوف إيش في موجود عندي ممكن أستفيد فيها من أدوات في من خلال لغة الجافا، إيش في كلاسز موجودة عندي، إيش في إنترفيسز ممكن تستخدم بحيث أن أنا أستفيد من الأمور الموجودة، ومعملش زي ما بنسميها قلنا دائما اللي هو reinventing the wheel، إن أنا أبني كل شغلة من الصفر، لكن أنا بحاول قدر الإمكان أستفيد من التولز الموجودة عندي من خلال لغة الجافا. فعندي مثلا هو relational number له مجموعة أمور مشتركة مع الانتجر والفلوتينج بوينت نمبرز. طيب هو أصلا الانتجر فلوتينج بوينت نمبرز بنعرف إحنا إلها اللي هو ورلبر كلاس، والورلبر كلاس اسمه كان نمبر، فإحنا ممكن إذا نعرف الريشنال على أساس إنه يكون سب كلاس من اللي هو النمبر كلاس. أيضا الريشنال نمبر زي هذه الأرقام الثانية ممكن تقارن إنه هذا أكبر أو أقل أو يساوي أو ما شابه ذلك. إذا إحنا ممكن برضو الريشنال كلاس يعمل إمبليمنتيشن للكومبيرابل انترفيس. الشغلة الثالثة اللي إحنا نعرف إنه في الأرقام النسبية في عندي عدة صيغ موجودة، وكل هذه الصيغ بتكون متساوية، زي مثلا تولت ده هي نفسها 2 على 6، هي نفسها 3 على 9، هي نفسها 4 على 12. إذا في الحالة هذه إحنا الصيغة دائما المفضلة لنا اللي بتعتبر أبسط صورة اللي ممكن إحنا نتعامل معها، فذلك لازم يكون عندي طبعا نفكر كيف إحنا ممكن نحصل برضو على أبسط صورة من الرقم. هذا مثال بوضح لي لو أنا حبيت إن أستخدم اللي هو الكلاس اللي هو الريشنال نمبر كيف ممكن يكون موجود. فبداية أنا عرفت اللي هو تو ريشنال نمبر وعطيت قيم اللي هو البسط 4 على 2 والمقام 2 على 3. بعدين هنا عملت ديسبلاي للريزلتس باستخدام مجموعة من الفانكشن أو مجموعة من العمليات الحسابية اللي هي المفروض أنها بتنطبق مع اللي هو الريشنال نمبر، اللي هي زي عملية الجمع والطرح والضرب واللي هو الديفايد، أو أن أحول الريشنال نمبر طبعا لقيمة اللي هي دبل فاليو أو اللي هي قيمة حقيقية. فهنا حنلاحظ لو أنا استخدمت اللي هو الجملة الأولانية عندي في البرنت لاين، أنا عملت عملية جمع اللي هو 4 على 2 والاثنين على 3. طبعا 4 على 2 زي ما احنا عارفين هي كسر اللي هو البسط 4 والمقام 2، فهي لما تكون في أبسط صورة حتكون عندي عبارة عن عندي 2 على 1 أو 2. لذلك حنلاحظ في جملة الطباعة هنا في الأوتبوت انطبعت 2 زائد اللي هو 2 هي القيمة الثانية، وطلعت لي الناتج 8 على 3. حنلاحظ هنا الأرقام كلها لما تتكرر حتكون عندي دائما في أبسط صورة
إذن البرنامج اللي أمامنا هذا هو عبارة عن تيست للريليشنال كلاس، وشفنا كيف من خلاله إحنا ممكن نستخدم الكلاس لما نبنيه بشكل أساسي. والآن نشوف كيف عملية اللي هو بناء الكلاس هذا، أو كيف عملية الإمبليمنتيشن إله. طبعا بداية هذا الـ UML diagram زي ما إحنا شايفين في إن الكلاس عرفنا اللي هو البسط والمقام كلونج، بعدين في عندي اللي هو الديفولت كونستراكتور، بعدين في عندي اللي هو كونستراكتور بياخد النوميريتر والدينومينيتر اللي هو البسط والمقام، في عندنا هنا اللي هو كيف ممكن نرجع قيمة البسط، كيف ممكن نرجع قيمة المقام. هنا نعمل عملية اللي هو الميثود ده بتعمل عملية الجمع ل two rational number، هنا subtract ل two rational number، أيضا multiply ل two rational number، والقسمة هنا توسترينج زي ما احنا عارفين، عشان احنا لو بدنا نعرض بيانات معينة. الجي سي دي هنا طبعا لجريتست كوماند ديفايزر عشان تساعدني في ان انا اختصر اللي هو البسط والمقام اضعهم في ابسط صورة. ولاحظوا هنا استخدمنا الها اشارة ماينس، معناته هي حتكون عندي برايفت، لانه اليوزر في الحالة هذه مش هيكون معني انه يستخدمها، او بالنسبة له مش مرئية ومالوش علاقة فيها، لانه هو بتعامل من خلال الكلاس هذا فقط مع الريشنال نمبر. فالجي سي دي ميثود في الحالة هذه تعتبر هي ميثود مساعدة ما بتظهرش في الانترفيس. هاي الكود اللي بنفذ اللي هو الكلاس ريشنال، طبعا زي ما عرفنا قلنا public class اسمه relational extends number، معناته هو sub class من النمبر، and implements اللي هو comparable interface. عرفنا البسط وعطيناها قيمة صفر، وعرفنا المقام وعطيناها قيمة برضو واحد. هنا اللي هو الديفولت constructor، يعني لو احنا فقط عرفنا الاوبجكت بدون ما نعطي له قيم، هياخد اللي هو القيم الأساسية اللي احنا عطيناها اللي هي الديفولت اللي هي الصفر والواحد عن طريق استدعاء اللي هو الكونستراكتور اللي بياخد أرجومنت. وهنا طبعا احنا وضعنا القيم، وعادة القيم هنا لاحظوا استخدمنا الجي سي دي حتى نضع دائما اللي هو الكسر عندي دائما في أبسط صورة. طبعا هذه الميثود اللي عندي اللي هو كيف احنا ممكن نوجد الجي سي دي اللي مرت علينا قبل هيك. هنا الميثود الأولى هي بترجع لي قيمة اللي هو البسط، وهذا الميثود الثاني بترجع لي قيمة المقام. هنا الميثود اللي بتجمع اللي هو توريشنال نمبر بتوجد لي قيمة البسط وبتوجد لي قيمة اللي هو المقام، بعد ذلك بتوجد أوبجكت جديد وبتضع فيه هو قيمة البسط والمقام، لأنه إذا شفنا قبل شوية إنه عندي أنا عملية الاختصار أو إيجاد اللي هو الكسر في أبسط صورة بتنعمل من خلال اللي هو الكونستراكتور، لذلك بعد الانتهاء من عملية اللي هو الجمع فأنا بدي أخلي اللي هو الكسر اللي عندي في أبسط صورة. نفس الشغلة بالنسبة لعملية اللي هو الطرح اللي هي السبتراكت، وبنفس الطريقة بأوجد أو بأختصره لأبسط صورة. أيضا عندي اللي هو الملتبلاي، الملتبلاي بتضرب لي اللي هو كسرين في بعض، وهنا برضو بتعمل عملية ديفيجن لكسرين في بعض. هنا اجينا لموضوع اللي هو الاوفررايد، فاحنا الاوفررايد احنا عارفين الميثود تو سترينج موجوده في الاوبجكت، فاحنا بنعملها هنا اوفررايد عايز تطبع الناتج زي ما انا بدي اياه او زي ما شفناه. ايضا هنا عملنا اوفررايد اللي هو الايكوالز ميثود، اللي هي طبعا الايكوالز ميثود امبلمنتد في الاوبجكت كلاس زي اللي هو تو سترينج، وفي كمان بعض الميثود الثانيه، لكن احنا هنا بنستخدمها وما ننساش انه لازم تكون استخدامها consistent مع compare to method، بحيث انه نفس اللي هو الآلية اللي تستخدم هنا في فحص الإيكواليتي لتو rational number لازم تكون هي نفس المستخدمة في compare to method زي ما هنشوف كمان شوية. هنا برضو احنا بنعمل override للint value، طبعا الint value تعتبر abstract method في اللي هو class number، فبترجع لقيمة الانتجر اللي هو لقيمة اللي هو rational number اللي عندي. أيضا هنا نفس الفكرة اللي هو float value تعتبر abstract method في number، برضو بترجع لقيمة اللي هو float ل rational number.
وهنا برضو عملنا override لدبل فاليو. الدبل فاليو بترجع لقي حاصل قسمة اللي هو البسط على المقام كدبل. ايضا هنا عملنا override اللي هو اللونج فاليو. طبعا الميثود هذه عبارة عن abstract في داخل اللي هو الكلاس نمبر، فبترجع لقيمة الراشنال كلونج. واخيرا هنا عملنا اللي هو override للكمبيرتو. طبعا الكمبيرتو بتقارن اللي هو التو راشنال نمبر، بترجع لي بوزيتيف فاليو او واحد اذا كانت قيمة اللي هو الراشنال نمبر اكبر من الثاني اللي هو الراشنال نمبر اللي بيستدعي الميثود كومبيرتو، وبرجع لي نيجاتيف اذا كانت اقل، وزيرو اذا كانوا متساويين. بهيك بنكون احنا انهينا كل ما يتعلق بشابتر 13 اللي هو الابستراكت كلاسز اند انترفيسز. بضل جزئيه بسيطه انا حاعتبرها كسيلف ستادي اللي هي ديزاين كلاس جايد لاين، عباره عن سكشن صغير تحاولوا تطلعوا عليه وتستفيدوا من المعلومات الموجوده فيه. ان شاء الله اشوفكم المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.